السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الأمور ديالكم تكون بخير وعلى خير وتكونوا في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله جيتكم بوصفات الوجبة ديال الكوتي، وصفات اللي سهلة سريعة في التحضير ديالها، ما كتاخدش لكم لا وقت لا مجهود. بالنسبة للبريوش بحجم عائلي، راه سبق لي وشاركته معكم فيديو قبل من هذا. كنتمنى فعلا انكم تمشيو تشوفوا الوصفة وجربوها لوليداتكم والعائلة ديالكم، انا متأكدة 100% غادي تعجبهم الوصفة، لانه بريوش اللي كيجي ناجح 100% قطني، وممكن انكم تحتفظوا به مدة طويلة ما كيوقع لي حتى شي حاجة. اما بالنسبة للفيديو ديال اليوم ان شاء الله، فجيت نقترح عليكم جوج ديال الوصفات اللي حضرتهم للطاولة ديال الكوتي او اللمجة. غادي نحضر معكم ان شاء الله هاد ليميني تشيز كيك، مذاق ولا اروع. غادي نحضروا ان شاء الله مكونات جد بسيطه. غادي نبداو بهاد تشيز كيك، والوصفه الثانيه فاكيد غادي تشوفوها معايا ان شاء الله في الوسط ديال الفيديو. دابا اول حاجه خديت هنايا كميه ديال البيسكوي، فانا غادي ندير 12 حبه من هادوك لي بيسكوي اولا لي ميني تشيز كيك. فخديت هنايا كميه ديال البيسكوي. ديروا البيسكوي اللي متوفر عندكم، ديروا الصابلي اولا هينريس اولا اي صابلي ماريا، المهم انا خديت هذا. غادي نطحنوا شويه بالهشوار، وغادي نضيف هنايا كميه اخرى. صافي كنبقى نضيف شويه بشويه وانا كنطحن بالهشوار. بالنسبه لي راني خديت جوج باكيات ديال هذاك البيسكوي، تقريبا الباكيه الاولى درتها كامله، والثانيه خليت فيها واحد 4 حتى 5 ديال الحبات، لانني حضرت هنايا خلطه اللي هي كبيره ديال البسكوي، حيت غادي ندير هذوك لي ميني تشيز كيك، وغادي نحضر بها حتى تشيز كيك بحجم عائلي. المهم هنايا دوبت كميه ديال الزبده، كتبقى على حسب الكميه اللي درتو نتوما ديال البسكوي، فما بقيتش كنعبر نهائيا الزبده، كندوب كميه كنديرها حتى كيتلبس ليا البسكوي بهذيك الكميه ديال الزبده اللي عندي. استعملت فقط ديال العلبه، وكنضيف ليها العسل. بالنسبه للعسل كيخلي هاد البيسكوي اخواتي كيقبط راسو، وفي نفس الوقت ما كيجيناش كيقهم كيف كتعرفوا الا كثرنا الزبده مع البيسكوي، كيجي شويه هاد الطبقه ديال البيسكوي كتقهم. فدائما كنشاركها معكم كنضيف جوج معالق اولا 3 ديال العسل. انا هنايا راه استعملت العسل الحره، ممكن تستعملوا فقط العسل العادي. هنايا خديت كميه ديال البيسكوي كنوضعو في هاد المول اللي القطر ديالو 27 سنتيم، كنضغط عليه مزيان بالكاس. بالنسبه للمول راني درت ليه كيف ما لاحظتوا معايا، درت ليه ورق الزبده، غطيته بالبلاستيك ووضعته في الثلاجه باش يبرد عندي ويقبط راسو اكثر. وخديت هاد المول ديال لي كاب كيك، درت فيهم هاد الكويختات ديال المادلين او لي ميني كيك. ومن بعد كنفرغ كميه تقريبا واحد ملعقه حتى ملعقه ونصف ديال الخليط ديالنا ديال البسكوي، وحتى هو كندير ليه نفس الطريقه. دائما القاعده كنديروها بالبسكوي وكنضغطو مزيان بشي كاس اولا شي حاجه اللي كتكون قاصحه، باش هكا اولا كيتقاد السطح ديالو، في نفس الوقت تيجينا شاد فراسو هاد الطبقه ديال البسكوي. نفس الطريقه غادي ندير ليه، غادي نخليه في الثلاجه مده 5 دقائق بيد ما نحضر الكريمه اللي غادي نديرها في الطبقه الثانيه. هاد الكريمه اللي كندير في الطبقه الثانيه راه شاركتها معكم بزاف ديال المرات في الكيك ديال الطبقات. كندير هنايا 5 ديال المربعات ديال الجبن، حاولوا انكم ديروا هاد الجبن اللي كيكون مربع، ما ديروش داك المثلث، هذا كيعطي الطبقه ديالنا اللي غادي نديروها دابا بهاد الكريمه كيعطيها واحد المذاق اللي خطيره البنات بزاف، صدقوني غادي تعجب العائله ديالكم. درت جوج اكياس ديال سكر الفانيلا، وبالنسبه للسكر سنيده درت فقط جوج ديال المعالق. بغيتوا الحلاوه اكثر فكديروا 3 ديال المعالق، انا جاتني الحلاوه ديالو مناسبه. وكنضيف كيس واحد اللي فيه 60 غرام ديال الحليب أوبرا اولا الحليب باودر، وجوج ديال العلب ديال دانون مسوس الياغورت الطبيعي. كنطحن كل شيء حتى كيولي القوام ديالنا بهذا الشكل، كيجي بحال الا كريمه اللي كتجي قابطه راسها. الصراحه هذه الكريمه كيف ما ذكرت لكم ديروها حتى في الكيك ديال الطبقات، بلا ما ديروا هاد البسكوي، ديروا الكيك ديال 5 المعالق اللي شاركت معكم بزاف المرات، وديروا هاد الطبقه الثانيه بهاد الخلطه اللي درت معكم. الصراحه راه كيجيو غزالين بزاف.
غادي نقاد لهم الوجه ديالهم. تقريبا كندير واحد المعلقه اللي كتكون عامره في كل قطعه. راجتني نفس القياس اللي درت معكم، او نفس المكونات اللي درت معكم، عمرت لي بالضبط 12 حبه. وضعت هذيك اللاطه ديال او هذاك المول ديال لي كاب كيك درته في الفران اللي سخون، فقط شعل عليه من الفوق، وكنخلي ديك الطبقه الاخيره حتى كتنشف ليا. كنقيسها كل مره بيدي حتى كتنشف. ودست هنايا نحضر، وهي في الفران دست نحضر الطبقه الاخيره اللي ساهله بزاف. درت كاس الماء، معلقه كبيره ديال الكاكاو، 3 المعالق ديال السكر سنيده، كيس ديال الفلون بالنكهه ديال الفانيلا، ودرت معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وكنخلط كلشي وكنوضعو بحال الا كنطيبو الفلون عادي كيغلي لينا. كنطفيو عليه النار بعد ما كنخرجو هذاك المول ديال لي كاب كيك اللي فيها تشيز كيك. بعد ما كتقبض هذيك الطبقه راسها، كنفرغ فيها هذا الخليط حتى هو راجاني نيشان معاه 12 حبه. كيف ما ذكرت لكم، درت كاس ديال الماء، كيس ديال الفلون بالنكهه ديال الفانيلا داك ديال درهم، 3 المعالق ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الكاكاو المر، ودرت عليها كيف ما شفتوا معايا معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان، غير معلقه صغيره. بغيتوا تستغناو على الكاكاو فتقدروا تحيدوه، ولكن ديروا غير 2 معالق ديال السكر سنيده، ما تكتروش. صافي، غطيتهم بالبلاستيك الغذائي وخليتهم في الثلاجه حتى لغد لي فاش كانوا جايين عندي الضيوف، وجبتهم اخواتي باش نقدمهم بهذا الشكل اللي كتلاحظوا معايا. كتحيدوهم ضروري من هذوك الكويغطات باش هكا الشكل ديالهم كيجي راقي في الطاوله ديالكم ديال الكوتي. انا متاكده الا جربتوا هذه الوصفه لوليداتكم غادي يفرحوا بزاف بزاف الا جاوا من المدرسه ولقاوكم حاطين لهم هاد لي تشيز كيك بهاد الطريقه اللي حضرتها معكم. انا متاكده غادي يفرحوا بهاد الطاوله ديالهم ديال الكوتي اللي حضرتو لهم. بالنسبه للتزيين، زينوا باي حاجه متوفره عندكم. انا درت هاد الشوكولاته رولي، ودرت هنايا الشوكولاته البيضاء اللي بشرتها واحد شويه. ممكن ديروا اي حاجه متوفر عندكم، لوز ايفيلي، لوز كونكاسي، على حسب الرغبه ديالكم. وبالنسبه للقوام ديال هاد تشيز كيك، فانا هنايا واخا الاضاءه شويه كانت ناقصه، ولكن شوفوا معايا تبارك الله، صراحه مذاق ولا اروع. صدقوني اخواتي، الا جربتوهم غادي يوليو معتمدين عندكم، خصوصا الا كانوا جايينكم الضيوف، راه كيتحضروا بسرعه. وبالنسبه للتشيز كيك اللي بحجم عائلي، فخديت هنايا اطرو ديال الحليب، نقصت منه كاس ديال العنبه تقريبا 200 مليلتر. كنضيف عليهم هنايا السكر، كتبقى على حسب الذوق. فانا درت تقريبا 1 4 معالق ديال السكر سنيده، وكندير عليهم تقريبا 1 4 ديال المعالق اللي كيكونوا عامرين مقببين كيف ما شفتوا معايا، ديال بودره ديال الكاسترد او لا بودره ديال لا كريم باتيسيير. فانا درت هاد لا كريم باتيسيير، درتها بالمذاق ديال الحمض. الا عندكم غير العاديه فممكن انكم ديروها وتزيدوا واحد المعلقه ديال السكر، يعني كديروا 5 المعالق ديال السكر حيت غادي نستعملوا الحمض في الاخير. انا هنايا بعد ما وضعتها على النار وعقدت ليا، ضفت ليها نص كاس ديال العصير ديال الحمض وعلبه ديال هاد الجبن الكريمي، وكنخلط بسرعه. وهي مازال سخونه كنفرغها من الفوق ديال هاد البيسكوي اللي حضرت معكم، وكنخليها في الثلاجه كتبات ليله كامله، اولا كتخليوها مده ديال ساعتين. ومن بعد اخواتي كتقدموها للعائله ديالكم، بعد ما غادي تزينوها بهاد الشكل اللي كتشوفوا معايا. فانا خديت هنايا كاس ديال الكريمه السائله، طربتها واحد شويه، وضفت عليها علبه ديال الجبن الكريمي، ديروا بيرلي او لاجوكي، المهم اللي متوفر عندكم. ومن بعد طلعتها درت بريضات بهاد الشكل، وخديت هنايا قطع ديال الحمض باش هكا كيعرفوا الناس بان هاد تشيز كيك راه محضر بالمذاق ديال الحمض. وغادي ندير وريقات ديال النعناع. بالنسبه للتزيين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم واللي متوفر عندكم. بالنسبه لي صراحه كنت باغا نديرها حتى بالفريز من الوسط. الا عندكم الفريز اللي هو طري ماشي في المجمد، قطعوا كل فريزه على النصف، خليوا لي هذوك الوريقات ديالها الخضرين، وزينوا بدائره اللي كتكون في الوسط ديال هاد الوريضات اللي درتو فيهم الحمض. فانا متاكده غادي يعجبوا وليداتكم والعائله ديالكم وحتى الضيوف ديالكم، علاش لا قدموها لعائلتكم الا كانوا جايينكم. انا متاكده غادي يعجبوهم، خصوصا عشاق الحمض بحالي.
بالنسبه ليا واخا ما جاتش حامضه حامضه بزاف، فيها لوكو اللي هو مجهد، حيت درت غير نص كاس. فغالبا ملي كندير بودره ديال لا كريم باتيسيير او لانشا، فكندير كاس لارب في هاد الكريمه، كاس لارب ديال العصير ديال الحمض. صافي هنايا غادي نكمل ليها التزيين ونوريكم الشكل ديالها النهائي. الصراحه كتجي منعشه اقدموها مع العصير او القهوه ديال العشيه، انا متاكده غادي تعجبكم. غادي نوريكم دابا غير الصوره، بعد ما غادي نوريكم القوام ديال الكريمه، غادي نوريكم مره اخرى صوره ديال الطاوله ديال الكوتي اللي حضرت للضيوف. شوفوا معايا هاد تشيز كيك كيفاش كيجي، الصراحه ما تشبعوش منه، جلديد. الكريمه واخا ما درناش فيها الكريمه السائله، كتجي كريميه. جربوها بهذه الطريقه اللي شاركت معكم، انا متاكده غادي تعجبكم ان شاء الرحمن. بالنسبه لمكونات هاد جوج وصفات غادي تلقاوها مكتوبه في صندوق الوصف وفي اول تعليق اسفل هذا الفيديو ان شاء الرحمن. ونتمنى فعلا انكم تجربوا هاد جوج ديال الوصفات. كيف ما ذكرت لكم هاد البريوش اللي غادي تشوفوا معايا دابا في الصوره الثانيه، هاد البريوش اخواتي راح حطيت لكم الفيديو ديالو قبل من هذا، سيروا شوفوه وجربوه لعائلتكم ولوليداتكم. وبالنسبه للمليويات ان شاء الله نشاركوا معكم فيما بعد، خليتكم على خير، تلقوا ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.